الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. دين إسلامي سي درجات. الدرجة الأولى الإسلام، أول درجة إسلامي. أركان الإسلام خمسة، إسلامي بنيادي ركن بانشا. الشهادتين، دوين كلمة كي شهادتين بشكبة. إقام الصلاة، يعني لابد أن نأتي بالصلاة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دومي ركن نماز كنغي نماز قائم دارك ما ورك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ربيش داشتا. وإيتاء الزكاة لابد أن نأخذ من أموال معينة إلى أصناف ثمانية في وقت محدد بمقدار محدد. سيمي زكاة ديجي زكاة أدا كنغي أهما ورا تي مخصوص مالا كشك بي معين مالا او پدا معين مردمان دیگ بھی مشاشیں ہشتیں اصناف کے ہستا قرآن مجید کا ذکر کرنے گو تگا چی آن ہم ہما ہم پدا صرف کرنے گو دیگ بھی بنتی زکاة صیام رمضان سیمی رکن روچہ کے دائرہ گئے حج بیت اللہ الحرام بمکہ لمن استطاع لی سبیلا پنچمی رکن حج کرنے گئے بیت اللہ ہے ہما مردمہ کا اللہ رب العالمین استطاعت و قدرت داتا هذه المرتبة الأولى اي اولي مرتبه المرتبه الثانيه دهمي مرتبه الايمان ايمان يا رجل اركان الايمان سته ايمان الركن بنيادي ششنت ان تؤمن بالله ايك تو ايمان بياري الله سرا وملائكته واي ملائكه ان سرا فرشتين وكتبه واي كتاب ان سرا ورسله واي رسول ان سرا واليوم الاخر واخره روج سرا ونؤمن بالقضاء والقدر وما ايمان كان الله رب العالمين قضاء وقدر سرا هذه المرتبه الثانيه اركان سته الايمان اي دهمي مرتبين او اشي شاش ركنات المرتبه الثالثه الاحسان سامي مرتبه اهي احسان الاحسان ركن واحد احسان يك ركني نعم